مريم الزيمي تهدي شقيقتها الراحلة أغنية بعنوان اختيتي. تستعد الفنانة المغربية مريم الزيمي لخوض تجربة الغناء، وذلك من خلال أغنية اختيتي التي ستصدرها يوم غد الخميس عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب. اختيتي هو عنوان الأغنية التي ستهديها مريم إلى روح شقيقتها الراحلة سناء الزيمي التي وفت منية شهر رمضان الماضي، وذلك بعد صراعها مع مرض السرطان. وأشرف طارق الربح على كتابة كلمات هذا العمل، فيما لحنه خليل كنيش ووزعه رشيد محمد علي. ونشرت مريم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام البوستر الترويجي لأغنيتها الأولى في مسيرتها الفنية، مرتدية فستانا أبيضا، وهو ذات البوستر الذي أعادت زميلتها وصديقتها السعودية لذيب نشره عبر حسابها الخاص. وتقاطرت التهاني على الفنانة مريم الزعيمي من خلال تعليقات أصدقائها بالوسط الفني وكذا متابعيها، كما أبدوا شوقهم لاكتشاف موهبتها الجديدة في الغناء من خلال هذا العمل الصادق الذي أهدته لروح شقيقتها الراحلة.